السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أه، اتمنى لكم أه، ان ربنا يحقق لكم كل الامنيات بتاعتكم ان شاء الله أه، نترجى من نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يحقق كل الامنيات بتاعتكم النهارده في اليوم الجميل ده أه، ونعتذر ان احنا انقطعنا عنكم لمده اسبوعين ولكن النهارده هنتكلم في التكملة لمشروع لمحاضرة مشروع التغيير اللي احنا اتكلمنا فيه من اسبوعين وكان باللغة العربية اسمه موسى ومشروع التغيير وتعرضنا فيه لاسئلة الشباب عن التغيير صناعة الكتلة الحرجة او كتلة التغيير مراحل التغيير دور الانبياء في التغيير ما هو التغيير التحديات للتغيير وبعدين هل نجحنا في عملية تغيير ام لا ده اللي احنا اتكلمنا فيه من اسبوعين ولو في بعض الشباب ما سمعوش الكلمه دي من اسبوعين ممكن يرجعوا لليوتيوب النهارده هنعمل فوكس يعني نخش جوه يعني نعمل زوم او نقرب ونشوف تشريح مجهري للفكره وللمشروع نفسه طبعا انا بشكر كل الشباب اللي انا شغال معاهم عم احمد الشيخ وعبد الرحمن وماهر الى اخره وعلى انهم مجهود اللي معايا في تحضير هذه المحاضرات الصورة دي يعني هو اسم هو اسم الكلم النهاردة الحرف والفكرة ومشروع التغيير، إيش دخل الحرف والفكرة بمشروع التغيير؟ هنتكلم عنه. الصورة دي بتقول لكم هنا هو الحرف، هل الحرف ده نواة أو خلية أو بذرة أو عنصر؟ الحرف اللي إحنا عنه ده حرف ألف حرف ولام حرف لا، لا أقول لكم ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هل الحرف ده في المعجمات هو نواه؟ هل هو خليه؟ هل هو حرف؟ هل هو عنصر؟ هل هو ماذا؟ هل هو بذره؟ علشان تتحول فيما بعد البذره دي الى غابه والى موائل كثيره. لو نظرنا احنا للصوره دي كلها هنلاقي في هيكل ابيض هنا في النص وفي حول هيكل ابيض دي خطوط صفراء في الجنب اليمين ده ثم خطوط زرقاء ثم خطوط نفس الخطوط تتحول لألوان تانية في مراحل مختلفة متقطعة شايفينها في قاطع هنا وفي قاطع هنا وفي قاطع هنا الهيكل الأبيض ده هو الفكرة التي لها هيكل يا شباب ما فيش فكرة إلا ليها هيكل وعلينا نحط الهيكل داخل الفكرة هنتكلم عنه بعد كده في الشريحة التانية اما الخطوط الصفراء دي اللي هي شايفينها على اليمين وفوق والجنب دي دي هي الخريطه اللي احنا هنقعد نناقش فيها هيكل الفكره اللي بتخرجنا بالخطوط الطويله دي في المراحل المختلفه الى مراحل او اللي احنا بنسميها ايه خريطه الطريق لتنفيذ مكونات الفكره بتاعتنا يبقى الحرف هو نواه وخليه وبذره وعنصر في نفس الوقت الفكرة لها ايه؟ لها هيكل زي ما احنا شايفين ان هو انا بينته قبل كده سوري اللي هو ده اللي هو الابيض ده اللي على اليمين والفكرة لها خريطة نرجع تاني اللي هي دي الصفرا دي والفكرة آه... لها خريطة طريق اللي هي اللي هي ماشية الطريق اللي هو ماشي ده خارج من الايه؟ من الخريطة دي كلها. واضح الامر كده؟ ولا مش واضح؟ نكمل. الفكرة لها هيكل ولها خريطة ولها خريطة طريق أيضا عشان ننفذ الفكرة دي في مراحل مختلفة نتفق عليها بعد أن نؤمن بها. إيه هي؟ لكل فكرة في مكونات. لابد أننا نعرف أن لكل فكرة بنفكر فيها لها مكونات. لابد انت وانا وانت نخش داخل عمق الفكرة عشان نضع لها مكونات او نرى مكوناتها فإيه هي مكونات الفكرة اللي بنتكلم عنها نبص من تحت هنا على اول حاجة القيم التي ستحقق الفكرة ها او التي الفكرة ستحقق القيم هذه قيم والمبادئ بتاعت الفكرة والثقافة بتاعت الفكرة والفلسفة بتاعت الفكرة والاهداف بتاعت هنشوف يعني احنا قبل ما نخش في الاهداف بنتكلم في أربع مكونات حقيقية وأساسية لأي فكرة في العالم لها قيم لها مبادئ لها ثقافة ولها فلسفة يقول لك الراجل ده بكلامه أو الست في كلامه بتتكلم زي فلان الفلاني تربية وثقافة وفلسفة بتناقش الموضوع أو بتضع الأطر بتاعتها من خلال فلسفة اللي اتعلمتها داخل المجتمع له فلسفة معينة فلسفات المجتمعات الغربية تختلف عن فلسفات المجتمعات الشرقية تختلف عن فلسفات المجتمعات العربية تختلف عن فلسفات المجتمعات الأفريقية إلى آخره والثقافات وكذلك القيم وكذلك المبادئ فكرتك أنت لابد تجلس وتجلسي وتشوفوا الفكرة مكوناتها إيه نقولنا أول حاجة قيم ومبادئ وثقافة وفلسفة بعد كده نخش على الأهداف أنا عايز احقق أهداف الفكره ايه هدف الفكره اوصل ميه صالحه للشرب ارعى او اكفل الايتام ادرب الشباب والنساء والرجال على العمل المجتمعي امحو الاميه الى اخره ده هدف ممكن يكون هدف كبير وتحت الهدف الكبير ده مجموعه من الاهداف الصغيره ها من مكونات فكره ايه هو بعد الفكره انا عاد اوصل بالفكره بتاعتي للمين لفين لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون قاعد يقول ايه رايته يعني ايه سيأتي في ما معنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون في منزل في, مكة في العالم الا ما يدخل الاسلام ده كان بعد رؤيته للاسلام وهو قاعد في بطن مكه لعنده انترنت ولا عنده كمبيوتر ولا عنده أي حاجة، لكن كان يرى إن لأن الإسلام فكرته فكرة العدل والإخاء والمساواة وارساء الحقوق بتاعت المجتمعات وبناء المجتمعات إن هذه الفكرة ستدخل في كل بيت من بيوت العالم كله. ونحن نرى الآن بعد 1440 سنة الإسلام موجود في جزر واء الواء اللي أنا ما أعرفش هي فين، موجود في جزر باء الباء وموجود في جزر حاء الحاء موجود في جزر التاء التاء، تعرف هم دول الجزر دول؟ ما نعرفش لكن موجود فيهم. بعز عزيز او بذل ذليل، ده بعد الفكره وهتوصل لفين وابعاد الفكره بتاعتك، انت عايز تنمي مجتمع عايز داخل تنمية المجتمع هتعمل ايه؟ هتحمي المرأة، هتحمي الطفل، هتوفر و... آ... آ... وظائف، هتوصل مياه الشرب هتعمل سوق، هتعمل تعليم، هتعمل دي الابعاد المختلفة اللي كل بعد بيؤدي إلى بعد آخر. المحتويات كل مكون في محتوى، كأنك أنت عامل الفكرة بتاعتك دي مربعات، لما أرجع لكم مرة تاني شايفين هنا، شايفين المربعات دي كلها؟ ممكن تقسم كل مربع من دول لمربعات صغيرة في كل مربع محتوى مختلف. هذا المحتوى يوضع نتيجة حاجة مين؟ حاجة المجتمع ليه هذا الايه المكون داخل ايه المحتوى داخل ايه المربع ده نفسه كلما احتاج المجتمع شيء كلما كونت له مكون او محتوى داخل فكرتك محتويات او المكونات يعني احنا لما نيجي نبني عماره عايزين اسمنت عايزين حديد عايزين رمل عايزين زلط عايزين طوب احمر او طوب اسمنتي وهكذا دي مكونات هنعمل يعني اساس لمكونات مختلفه نعمل عواميد لمكونات مختلفه نعمل حوائط لمكونات مكونات مختلفه فكل هذه الاشياء انت لابد تتعمق وتعمل زوم ان او كانك حاطط الفكره دي تحت الميكروسكوب الالكتروني وكانك حاطط او كانك حاطه الفكره بتاعتك تحت الميكروسكوب الالكتروني تفضلي وتفضل تخش داخل في العمق عشان تشوف تركيب الخليه ثم تركيب النواه ثم تركيب ما بداخل النواه من اجزاء دقيقه جدا 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 جدا. يبقى الفكره نواه ومحتويات نواه ومكونات نواه. صح؟ الشكل العام للفكره، انا عايز اخرج الفكره دي للناس في شكل ايه؟ صورتها ايه؟ الناس هتقبلها ازاي؟ لازم يكون الناس ل... لازم انت تخيل تعرض بيه فكرتك على العامه لكي لا يفتنوا بفكره جميله مش فاهمينها فلابد انت تعمل شكل العام للفكره الذي يتوافق مع ثقافه وقيم وتعليم وامكانيات المجتمع الذي ستزرع فيه فكرتك معانا يا شباب المتغيرات في كل داخل كل فكرة تستفيد من تغيرات ما فيش فكرة ما فيش فكرة اسمها قرآن زي ما حتكلمنا قبل كده كذا مرة المجتمع بيتغير في اليوم مئات المرات آلاف المرات ملايين المرات على حسب عدد المواطنين الذين يعيشون داخل هذا المجتمع لكن لأن كل مواطن ليه حاجة معينة ده كإيه كإنسان وكل مخلوق في المجتمع ليه حاجة أخرى معينة كالطيور والاسماك والحيوانات والاشجار وكل فكل هذه المكونات المجتمعيه الحياتيه واللي هي الجامده لها متغيرات في داخلها فلابد الانسان اللي عايز يغير من خلال فكره للتغيير لابد يعرف ان المتغيرات ثابت في الحياه المتغيرات هو الثابت الوحيد في الحياه التوقعات وانت تحط فكرتك وبتناقشوها كده ودخلنا زوم ان كده بالـ 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 بالمجهر الالكتروني طب لو ده حصل ده ما حصلش ده توقعاتك ايه؟ بعد شهر بعد ستة اشهر بعد سنه بعد خمس سنين لابد وده يتحط في خريطة الطريق اللي انت بتتكلم عنها او اللي انت بتتكلمي عنها. وبعدين مخرجات يعني المجتمع هياخد منك مخرجات يعني كل ده انت بتدخل فيه في نفسك هتدي المجتمع ايه؟ المنتج بتاعك ها؟ المنتج بتاعك هيكون شكله ايه؟ ايه هو المنتج اللي انت هتديه للمجتمع؟ وهل المنتج ده المجتمع, المجتمع محتاجه ولا مش محتاجه؟ وهل المنتج ده فيه منتج تاني زيه؟ ها؟ أو فيه منتج شبيه بيه؟ أو مش محتاجينه دلوقتي، فلا بد أن أنت ترى حاجة المجتمع لمنتجك الذي هو مخرج من الفكرة، وبعدين آخر حاجة اللي هي التأثير، تأثير فكرتك ومنتجاتها ومخرجاتها على المجتمع سلبا وايجابا يعني ده لو احنا دخلنا وبصينا في الفكره اللي احنا حطيناها في الصوره دي مش ليه في الصوره دي كل ده انا بتكلم في الحته دي لو تركيبه الفكره نفسها اللي الحته البيضاء دي اللي موجوده قدامنا دي فلا بد انتم يا شباب علشان تحققوا التغيير تعرفوا أبع... والكلام ده بردك مش قران ممكن تزودوا عليه ممكن تشيلوا منه ممكن تعدلوه زي ما انتم عايزين مفيش حد فينا بيتكلم قران او في حد هنا يدعي النبوه او الرساله نحن لسنا رسل ولا انبياء ولا حتى مصلحين اجتماعيين ده بالنسبه لمكونات هيك الفكر هنا بقى نرجع بقى للمشروع التغيير اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت على الحرف والفكره ومشروع التغيير علشان احنا نعمل مشروع تغيير نرجع مره تانيه ومره تالته ومره رابعه ان الحرف بيكون موسوعه الفكره بتكون حضاره البذره بتكون غابات وموائد استوائيه الخلايا الحيوانيه والمنويه ها بتكون انسان وتكون بشر يبقى التغيير بيحتاج اننا تشوف اصل المكونات التي ستؤدي الى التغيير اصل المكونات التي ستؤدي الى التغيير فلما ننظر هنا مشروع التغيير محتاج انك تبص للحرف وتبص للفكرة في في ايمان كامل اول شيء فيه هو الايمان مرضى الايمان انا لن اتنازع عن هذا الشيء مطلقا سواء كان اللي بيفكر في الفكرة ده ملحد أو متدين بالدين المسيحي أو متدين بالدين البوذي أو الإسلامي أو أو إلى أي دين أو ما عندوش أي دين. لكن هو مؤمن بفكرته. فالفكرة هنا لابد أن نؤمن بها. وبعدين نعرف أن الفكرة دي كينونة من كينونات الحياة. يعني في يوم من الأيام الجلد ده هينطق ويشهد علينا. اللسان هينطق ويشهد، الأرض اللي إحنا واقفين عليها هتنطق، فكل دي الكينونات هي جزء من الحياة التي سيجعلها الله سبحانه وتعالى تنطق وتكون لها القدرة على التحدث والشهادة لك أو عليك. وبعدين الحرف أول شيء في التغيير هو احترام الحرف. دائما أنا قلتها أكثر من مرة كلمة اقرأ في القرآن مش محبة أمية مش تعليم اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا بقارئ لا اقرأ دي معرفة موسوعية متغلغلة في بطون التاريخ وفي اصول بناء المجتمعات. اقرا معناها معلومات. معناها ثقافه. معناها فهم. معناها تحليل. معناها استنباط. معناها كل هذه الاشياء التي في الاخر تخرج لك موسوعه مجتمعيه معرفيه يستطيع كل فرد وابن من ابناء المجتمع ان يستفيد منها. ها؟ الحرف وبعدين الكلمه، الحرف بيكون كلمه يا شباب. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الف لام ميم الف حرف ولام حرف وميم حرف وعلى الف في 10 حسنات وعلى ميم في 10 حسنات وعلى آآ 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 لام في 10 حسنات. فالالف والب والي كونوا كلمه ابي والالف والميم والي كونوا كلمه امي خرجوا من منهم مجرد حرف إلى تكوين مجتمعي يعبر عن كينونة وجود شخص ما الشين والجيم والره والتين المربوطة بيكونوا الشجرة اللي احنا بنستظل فيها نستظل بها اللي احنا بناكل ثمارها اللي احنا بنوقد اخشابها لكي تدفئنا في الشتاء وشفتوا الحرف بيتحول لايه؟ لكينونة في خلال الكلمة التي تكمل موسوعة تكون موسوعة فيما بعد تحول الكلمه الى فهم الى معلومه الى علم العلم فقط مش العلم الديني بالعكس كل الرسل والانبياء بلا استثناء اتوا لكي يصلحوا المجتمعات من خلال اقامه القيم والمبادئ التي ترسي حقوق العدل والمساواه والاخاء والحريه و تجعل الإنسان يتفاعل مع مجتمعه فيبنيه من الداخل ومن الخارج باكتشاف الطاقات باكتشاف المقدرات ببناء المجتمعات وبناء المشاريع للمجتمع نفسه. فكلمة علم هنا هو جزء منه العلم الديني. وليس هو كل العلم يبقى علم ديني. تفوقت على العرب وعلى المسلمين دول كثيرة دول كثيرة ليه؟ لأنهم حولوا العلم إلى علم خدمي مجتمعي. ولما يتقوقعوا فقط 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 عشان ما يكفرنيش حد داخل شرنقة وقوقعة الدين الذي يفسره البعض خطأ. خطأ. وكثير جدا من مشاريعنا في أفريقيا وفي كذا بتخرج دعاه ما لهمش وظائف. خرج شاب حافظين القران كويس جدا ممتاز عايزينهم بس انا عايز يكون حافظ القران ويكون في نفس الوقت متخصص في الرياضيات متخصص في العلوم متخصص في الطبيعه متخصص في الاحياء متخصص في الكيمياء متخصص في الرياضه اللي سبورتس ها متخصص في الفن متخصص في الادب متخصص في التاريخ متخصص في كل هذه الاشياء لان دينه سيوجهه لخدمه المجتمع ده قيمه الدين داخل قلب المتخصص. مع معاك الموسوعه، الموسوعه دي تكون في متناول كل ابناء المجتمع. اللي بتعمل الوعي بعد كده. انا هعمل محاضره ان شاء الله باذن الله على حاجه اسمها متوازيات، تعرف الموسوعه يعني ايه؟ يعني كل شخص عاش في تاريخ ما، في موقع ما، يكتب واقع الواقع الذي حدث عنده وبالتوازي نكتب الموسوعه. ننظر المثل لو كنا احنا في بلد زي السعودية مثلا فيها مكة وفيها المدينة وفيها الرياض وفيها الإحساء وفيها جدة وفيها كذا حاجة يوم خمسة سبتمبر سنة خمسمية وخمسة ميلادية ها الساعة 5 حدث إيه في كل المدن دي لو كانت موجودة في نفس الوقت دي الموسوعة إن كل واحد في حارته وفي شارعه في الساعة كذا، في اليوم كذا، في الشهر كذا، في المدينة كذا، في البلد كذا، كتب وكل كتب مع بعض. لا تجعلوا أحد واحد فقط أو جهة واحدة فقط تستأثر بكتابة التاريخ وكتابة إيه؟ الموسوعات. وعي وإدراك إذا وعيت أدركت وإذا أدركت عملت وإذا عملت اصطدمت. صدمت بواقع مرير سواء واقع الفساد او واقع الاحتياجات او واقع الايه المشاكل اللي هتواجهك من قله المرض اللي قدامك وانا بقول لكم مره وخمسه وعشره وعشرين ومليون ما خلق الله ارضا الا وهي غنيه وما خلق الله بشرا الا والبشر هم أغنى, اغنى 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 مخلوقات الله ومن يقنعكم ان اوطانكم فقيره ومن يقنعكم انكم فقراء هؤلاء هؤلاء ليسوا منتمين للوطن الارض التي ينتقفون عليها ابدا ان الله اذا خلق عبدا او كينونه حيواتيه لابد ان يخلق معها مقدرات الحياه واكثر تحت اقدام هذه الكينونه الحيوانية ده الانسان او الحيوان او الطير. بعد ما نعي الوعي والادراك بنتحول لمرحله القياده. ما فيش قياده من غير تعلم، ما فيش قياده من غير خبره، ما فيش قياده بالهبل كده. نجيب ده عشان ده ابن فلان ولا ده عشان بنت فلان، لا ابدا. دي مرحله بناء لابد ان نبني القاده لكي يستطيعوا بناء المجتمعات. القائد مش بق حامض زي ما اللبنانيين بيتكلموا عليه ولا طق حنك ولا فرقعة حظ ضربة حظ لا بناء القيادة من خلال هذه شوف احنا كم نقطة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر بعد حداشر نقطة ممكن نتكلم عن قيادة فاهمة واعية ومدركة وعندها علم وعندها قدرة وعندها مقدرة مش هبولي مش هبولي القياده مش هبولي والقياده هتبني المجتمع لان وظيفه القياده هي مراعاه بناء كافه الجوانب المجتمعيه التي يحتاجها كل مواطن او كل مخلوق داخل هذا المجتمع دي وظيفه ومسؤوليه البناء والبناء ده بيتغير متغير دائما ليه لان مع تغير المجتمعات مع بناء المجتمعات بتتغير كل شيء وبعدين القياده ايضا حياه لانك بتحيي من حولك من بشر وحيوانات وطيور ومخلوقات اخرى تعطيهم القدره على المعيشه وتوفر لهم طرق الاعاشه والقياده تغيير ما فيش قائد ذكي يستمر في مكانه الى الابد ده قائد حبظلم حبظلم وهذا وده فهم خاطئ جدا لان سعه افق كل منا لها حدود قد تكون صالحه لمرحله معينه من بناء المجتمع لكن ياتي فيما بعد شباب سعه افقهم اعلى من سعه القائد لن يستطيع يستوعبهم سيقصيهم وهنا الخطوره في تتابع القياده سلميا سلميا وتغيير وثقافة كذلك لما كان عنها ده بينشئ نهضة بينشئ حضارة بتكون تاريخ والتاريخ بيرجع مرة اخرى يرجع مرة اخرى ايه للاول مرة تانية للايه للحرف والكلمة يعني هي زي ما تقول ايه قصة لا تنتهي قصة لا تنتهي قصة لا تنتهي جيل بيسلم جيل بيسلم جيل وقياده بتسلم قياده طوعا وسلما طوعا مش كرها وغدرا وهكذا فبنبدا بالايمان ها وبننتهي بالتاريخ نبدا بالحرف وننتهي بالحرف مره اخرى والكلمه مره اخرى التعليم لابد ان نركز فيه على التعليم جدا 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 بمعنى ايه احنا لو دخلنا ونظرنا في الدول اللي في المشرق العربي والدول في العالم الثالث وكم من الميزانيه العامه تصرف على التعليم لو وجدناها الفتات ولو وجدنا ان مثل هذه الدول وغيرها كم من الميزانيه تصرف على السلاح وعلى الامن وعلى الجيش لو جاورنا 80 85 او 70 ل 80% بنشتري حديد ونعمل كذا ب 80% من الميزانيه والتعليم بيوصل ل 1% ده منتهى الانحطاط الفكري منتهى التخلف العقلي منتهى الهزام الانهزام النفسي لان ما من امه جاهله استطاعت باقتناء الاسلحه والجيوش ان تدافع عن نفسها وان تجعل المجتمع يدافع عن كينونه بقائها لانها امه جاهله الأمم الجاهلة تستثمر في الحديد الأمم المتعلمة الواعية تستثمر في أغلى مكون مجتمعي عندها وهو الإنسان والبشر وأول خطوة من هذه الاستثمارات هي التعليم وليس فقط كلمة اقرأ نحن نفهمها غلط علشان التعليم يكون أساس التغيير نبص المجتمع بتاعنا والدولة هل هي دولة مستقرة فعلا؟ هل هي دولة مستقرة؟ إذا كانت دولة مستقرة ها؟ هننتقل لمرحلة ثانية. ما هو مستوى الحريات فيها؟ ما هو مستوى الديمقراطيات فيها داخل هذه الدولة؟ عشان التعليم ده يكون هو الموجه الرئيسي والأساسي في بناء الدولة وبناء الوطن وبناء المجتمع وبناء المستقبل. نبص أيضاً فيها المؤسسات المجتمع المدني انا باصر عليها لانها تكاد تغيب في كثير جدا من الدول المشرق. قوه واستقلاليه مؤسسات المجتمع المدني لان ده على ان يجعل التعليم جزء اساسي من التغيير. مستوى الوعي والادراك اللي اتكلمنا عنه مش فقط الوعي والادراك والانتماء الانتماء مش مش باغنيه لعبد الحليم حافظ ولا محمد عبده ولا باصاله ولا مش عارف مين تاني ولا بفيفي عبده اسمها 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 فيفي اللبنانيه اسمها ايه؟ نانسي نانسي عجرم تقول لك انت مصري وانا مصري وبحب ايه مش عارف ايه؟ بيحبك يا مش عارف ولا حاجات زي كده ولا اغنيه جاسم الجسمي بتاعت كانت كده كان لي اغنيه كده اصبحت مشهوره جدا على مش فاكر بس اسمها ايه ده مش وطنية أبدا دي أغنية دي أغنية مش انتماء الانتماء هو شعور الإنسان بأنه يقف على مكان أو على وطن هو جزء منه الوطن جزء منه وهو جزء من الوطن أما إن استقصينا أو أقصينا المواطن فلن يكون انتماء بالأغاني أو التمثيليات أو المسرحيات أو المحاضرات إلى آخره منهجيه التعليم احنا بنعلم الناس ايه؟ كل ده تعليم بنعلم الناس ايه؟ ايه اللي بنعلمه لهم؟ ومين اللي بيتحكم في تعليم الاطفال؟ وزرع القيم والاخلاقيات والمناهج الدراسيه داخل افراد الاقيام، ومين اللي بيكتب التاريخ اللي بنتعلمه؟ تعلمنا في يوم من الايام عشان ما نخشش في السياسه واحنا ما بنفهمش في السياسه مش عايزين نتكلم في السياسه. ان دول معينه هي دول مستعمره وكذا 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 متخلفه ومجرمه وكذا 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 طلعنا اللي كتب التاريخ في الوقت ده زي ما بيقولوا في الماضي المنتصر المنتصر عايز يكتب تاريخ هو فاصبح بعد ما كنا بنتعلم عن تاريخ عمره الاف السنين ومئات السنين ومتميز اصبحنا نتعلم عن تاريخ عمره خمس ستة اشهر خمسة وده خطا مين اللي بيحط منهج التعليم؟ وعلى اي اساس المنهج ده بنقبله احنا كمواطنين عشان يطلع قادة المستقبل من الاطفال من ابنائنا وبناتنا منهج التعليم منهج التعليم المعلم نفسه هل احنا بنحترم المعلم هل احنا بنقدر المعلم هل احنا بنعطي المعلم حقه هل احنا بنحترم مؤسسة التعليم هل احنا بنوفر داخل مؤسسة التعليم دي الأشياء التطبيقية في التعليم زي تعلم الحرف المهنية وزي تعلم الطبيخ وزي الرسوم وزي الرسم وزي الفن اللي هو المزيكا إلى آخره إلى آخره إلى آخره الرياضة كذلك الخروج للخلاء الخلاء لل... لل... مش للخلاء يعني للأماكن المفتوحة العامة الرحلات إلى آخره مؤسسه التعليم هي محترمه في بلادنا ولا لا؟ عشان نحن نحدث من خلالها التغيير. علاقه التعليم بحق المجتمع، انت بتعمل مدرسه ليه؟ عشان المجتمع محتاج محتاج ايه؟ محتاج تطلع لي طالب واخد شهاده هو كرسي قاعد على كرسي؟ لا ما ينفعش. انت محتاج لمخ، محتاج لرؤيه، محتاج لعمل، محتاج لطاقه، محتاج لخبره، محتاج لكينونه جديده تستطيع من خلالها ان تبني المجتمع. يبقى التعليم هو اصبح محوري في التغيير وبني على استقرار الدوله، مستوى الحريات والديمقراطيه داخل الدوله، قوه استقرار مؤسسات المجتمع المدني، قوه استقرار مؤسسات الدوله مؤسسات الدوله اللي عندنا هل هي مستقله؟ قضاء مستقل تشريعات مستقله الاوقاف مستقله إعلام مستقله اسالوا نفسكم علشان نبتدي نخلي التعليم هو المحور الاساسي في احداث التغيير الوعي والانتماء الوطني منهج التعليم ومناهج التعليم وعلاقه التعليم بالمجتمع والانتاج الخص في المحاضره اللي فاتت بتاعه اللي قلناها من اسبوعين تقريبا عن التغيير بتاعت مشروع التغيير واليوم هو تكامليات لابد الانسان الذي او التي تريد ان تحدث التغيير تبدا من الفكره وتدخل داخل الفكره لتضع لها مكونات ومخرجات وحيث يا ما اتكلمت انا مفيش حاجه ابدا نصبح تاني يوم هنغير لا يمكن ده ما حصلش ابدا ابدا ولن يحدث دي طبيعه الحياه انا بشكركم واقول لكم ايضا ارجعوا لمحاضره من اسبوعين عشان دي الاولى ودي التانية وبعد نص ساعة إن شاء الله هنقول نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية I thank you and in 30 minutes 30 minutes إن شاء الله at 1 o'clock we'll do this talk in English إن شاء الله be tuned السلام عليكم ورحمة الله وبركاته